هذا الباب حقيقة من الأبواب التي نحتاجها في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي كثر فيه ما يسمى بالمقالب، بالمقالب، وهي ما يحصل بين الأصدقاء أو بين الأشقاء أو بين الأرحام أو بين يعني من بعض المزاح المؤذي، بعض المزاح المؤذي، من المزاح من تسبب في موت أشخاص، مثل قضية إطلاق النار، ومثل قضية توقف القلب، وذلك لشدة الموقف. فهناك من يصنع موقف ما يسمى مقلب في الآخرين ويكون شديدا، والقلب ضعيف لا يتحمل، وربما مات هذا الشخص. وقد شاهدت مقاطع كثيرة لأشخاص ماتوا بسبب موقف ما تحمل قلب هذا الشخص فمات. ومنهم من يصاب بشيء من الشلل، يصاب بحالة بمرض الشلل تتعطل بعض منافعه، ومنهم من يصاب بحالة عقدة نفسية يصبح لديه خوف مستمر ودائم، وحوادث كثيرة في دنيا الناس. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن لا يقع في مثل هذه الحفر التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام.